بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي المتابعين. طبعا هذه وحدة شارب انفرتر غاز R32 تقريبا وحدة 2 طن. زين سبق ان ركبتها في مقطع سابقا ومتسخة صراحة بكثرة. زين ما شاء الله تبارك الله. ممكن من وقت ما ركبتها الى الان لم اغسل الوحدة. في هذا المقطع ان شاء الله راح نستخدم كيميكال لغسيل هذه الوحدة. اوكي، طبعا يمكنك ان تغسل الوحدة مباشرة بالمضخة وممكن ان تستخدم الكيميكال. اوكي، نقرب الصورة نشغل الاضاءة. شوف حالة الوحدة قبل وبعد. زين راح نبند الوحدة من القاطع هذا ونفتح القطع. كارت الانفرتر الشبكة عبارة عن قطعتين، مروحة دي سي وليست اي سي، ايضا مصداقة دي سي. غطي منطقة الكهرباء المحرك، ايضا ممكن تغطيه ممكن تتركه، ولو غطيته يكون افضل. مقطع التوصيلات او القطع، راح نستخدم هذه المادة الحمراء. زين مكتوب عليها هيفي دوتي. اوكي، اوت دور كويل كلينر. طبعا 1 لتر تقريبا 1 لتر ل3 لتر ماي، او 1 لتر الى 10 لتر من الماي. غير راح نستخدم ممكن 1 لتر الى 5 لتر من الماي في هذه المضخة. هذه طبعا 5 لتر تقريبا مو 5 لتر، 5 جلن ممكن. خلنا نشوف نتأكد في الموضوع وين. هذه 6 لتر تقريبا. زين تقريبا 6 لتر، يعني 1 لتر من المادة إلى 4.5 لتر من الماية. أثناء عملية تنظيف البس نظارات واقية كمام كلافس. نبدأ بالداخل. زين رش على زعانف المروحة أيضا.
راح تتركه دقيقتين او ثلاث. زين، وبعدين راح تستخدم الهوز العادي للغسيل وامورك راح تكون طيبة. احيانا ممكن تحتاج تستخدم مضخة الغسيل، ولكن اذا استخدمت المادة المناسبة ممكن ما تحتاج تستخدم المضخة، لأن المادة صراحة راح تأدي دورها مفعول زين من إزالة الأوساخ، فقط تحتاج إلى قليل من الماء وكان الله غفور رحيم. استخدم الماء العادي تغسل من الداخل، تلاحظون ان لا زال الشبك متسخ. زين، راح ايضا نغسله مره ثانيه، ولكن هذه المره ممكن بالماكينه، نحط ماده ونبخ عليها الماكينه. اذا راح نرش مره اخرى مره ثانيه قبل استخدام الماكينة أو مضخة الغسيل.
اترك المادة دقيقتين او 5 دقائق. نستخدم مضخة كلشر. بعد الغسيل بالماكينة تلاحظون هذه المنطقة الريش شوي فيها عوج لأن البرشر كان عالي، كذلك يجب الانتباه الله يحفظك. لا تقرب البرشر، بعد الغسيل بالماكينة أو مضخة الماء، إذا كان القطع فيه اسفنج الله يحفظكم نفس هذه، يجب عليك أن تنشف الماء، نشف الماء الموجود في الاسفنجة هذه، تلاحظون فيه ماء. زين، لا تركب الغطاء فيه ماء لأن ممكن الماء راح يروح للأسلاك.
أسأل الله العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى متعلم مع جمال. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدال الإعجاب أيضا، نسأل الله أباكم ونشوفكم على خير إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.